لاباس لاباس. خصك على المسجد اللي يديروا فيه الحسينيات وين موجود؟ خصكم على المسجد اللي يديروا فيه الحسينيات وين موجود؟ والله ما نعرفوش والله ما نعرف والله صدقني ما نعرفش والله ما على بالي جو سيبا. شنو الحسينيات هذه؟ الحسينيات تجمعات تاعنا احنا، تجمعات الدينية. شغل صوفية ولا؟ شو بتقصد حسينيات؟ الشعائر الدينية الشيعية. الشيعية؟ نعم. يمارسوا فيه الشعائر الدينية الشيعية. تجمعات تاعنا الشيعية. شيعة؟ أنا. أنت شيعي أنت؟ نعم. ها؟ نعم. يخرب عقلك، يخرب عقلك، يخرب عقلك حبيبي. أنت شيعي؟ أنت شيعي؟ عندك شك في هذا؟ وأنت وشنو؟ سني؟ سيري شيعي انت؟ انت سني؟ سني انا. كيف سني؟ سني انا خو، انا مسلمين خو. شو بيك؟ حتى معلومة على المساجد ولا على الشيعة ولا؟ انا على باليش. على سني انت ولا؟ انا على باليش. متى انا على باليش. ما عندك حتى معلومة؟ يعني بدا الشيعة تاعكم هذه تعرف باللي انه الرسالة شاريوك انه يقعدوك انه ضرب لحمك وتقبل لحمك و هي اكيد الشيعة هذوما لازم هذه حاجه اكيده. هذه عندنا الحق انه نحزنوا على وفاه الحسين. نحزنوا على وفاه الحسين. الحسين تاعكم هذا ما تعرفش الحسين ثاني؟ ما تعرفش الحسين؟ علي تعرفوا علي؟ علي سير علي هو اللي راح يشفع فينا يوم القيامه. علي ما تقولش علي، ماشي صاحبك علي. نعم. الحسينيات تاعكم في العراق عاشوراء ولا ما يشعارف هذوك تسميهم عادات ولا واش تسميهم؟ هذوك شعائر دينيه. هذيك شعائر دينيه تحكم الموس وتقبع في روحك وتقطع ويا حسين وماني شارب. من حقنا انه نبكوا على فراق الحسين. ربي يهديك. انا ربي راه هديني والحمد لله. شيعه؟ نعم. شيعه هنا في الجزائر؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. عايشين كيفنا كيما كل الطوائف الاخرى. اكثر الفرق الضاله اللي عرفتها في حياتي. ما عندك حتى معلومه على وين راه موجود؟ خاطيني شيعه وخاطيني حسينيات. علاه؟ ها؟ علاه خاطيك؟ خاطيني. دي ميزيلمون. نعم؟ احنا دي ميزيلمون. حتى احنا مسلمين. نو، ماشي مسلم. لا سني انت ولا شيخ؟ سني. علاه؟ كيفاه سني؟ كيفاش شوف راسك خصي روحك وعاودك تاع الروافض سبابة أصحاب رسول الله. لا ماشي الروافض، احنا شيعية. شيعة من أنت؟ شيعة من؟ نحن شيعية. أنت سني؟ أنا سني، هي تبع السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. وحنا شيعة. ما كانش شيعة، كان روافض. لا احنا نتبع كان روافض، ما كانش شيعة. الشيعة لا يوجد فوق الأرض الآن شيعة، كان الروافض. أنا نقول لك أني شيعي وأنت تقول لي فوق الأرض لا يوجد. لا يوجد شيعة. لا يوجد شيعة، كان روافض. أكثر من مليون روافض ناس. روافض لاش؟ روافض، اقرأ على الروافض. روافض الواش؟ الذين رفضوا بيعة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ما رفضهم لأنه عمر في حد ذاته كان يضرب في السيدة زينب حتى كسر لها الجنة. الله وشفى قلبك. الجزائر جابي ربي في الجزائر ما كاش. لا احنا عاديين، احنا نديرو في الشعائر تاعنا، لكن من المفروض عندنا تعرف تجمعات ولا؟ بصح احنا في الجزائر تقريبا احنا رانا سنيين. كاش شيعة في الجزائر؟ كاين حاجة قليلة هم يستعملوا العفايس تاعهم بوماسكي. الحاجة الأولى احنا ما كاش مساجد اللي يديروا هذا الأمور، هذه حاجة الأولى. ما تكزيستيش هذه. علاه؟ أنا يا أخي هو الإسلام واحد. ما كانش هنا في الجزائر، أنا ما نعرفش. ما كانش، ما عندناش في الجزائر، أنا غير ما سقتيش عليه. علاه؟ هو الإسلام واحد، خاطي برك الطوائف تتعدد. سقتي شرطة في كلش. الشيعة فرقة ضالة. علاش فرقة ضالة؟ احنا رانا على كلمة الحق الفرقة الشيعية. على كلمة الحق أكيد. أكيد احنا شوف احنا عندنا الإمام علي هو الكل في الكل. أكيد أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الكل في الكل. لا الرسالة تعرف لمن كانت هابطة هي. كاشو كاين بعد واحد هو الرسول عليه الصلاة والسلام. هي أصلا الديانة كانت من المفروض تنزل على الإمام علي. ربي غلط؟ ماشي ربي اللي غلط، ربي نزل الكلمة لكن جبريل هو اللي أخطأ. جبريل أخطأ؟ أش عارف خير من ربي أنت يا
الوحي هذا كان من المفروض ينزل على علي. استغفر الله العظيم. كان من المفروض ينزل على علي. استغفر الله، هكذا راكم تغلطوا في ربي سبحانه. الله يجزاك ربي يتوب عليك ان شاء الله. علاه ما تقبل ما تؤمنش بال ربي يتوب عليك ان شاء الله. وعلي رضي الله عنه نعتبره من خير ما واش خلق ربي سبحانه فوق الارض. بصح كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يغلطش، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كيفاش محمد قال لكم أنكم تتزوجوا غير برابعة برك وهو متزوج بأكثر؟ إحنا هذا الأمر هذا الأمر عادي عندنا، وزواج المتعة محلل وعادي جدا لا أكثر لا أكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم حالة خاصة. علاش حالة خاصة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزوجهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي كيما رانا نتزوجوا حنا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزوج كل وحده لواش، وحده باش تعلمنا ديننا، وحده باش عطفا بها مات راجلها في حرب، وحده باش يكفلها، وحده باش كل وحده لواش. اسمع منك سيري يا حبيبنا، واش تهضر حبيبنا؟ اروح نهضر معاك، اروح نهضر. شكون شكون زوجها من شكون هادي؟ مريض انت حبيبي هبلت، انا عايش علي منك تقصد. عائشة رضي الله عنها ما جبدهاش، غادي تسمى هذا انا كشكي على اخر كمسلم سني غادي نسميه قذف، وانا ما نسمحلكش. نحطو اكوتي هذا، لا ما نسمح، نحطو خلاص ما نقذفو لا والو. الان كيف تسبوا عائشة وتسبوا الصحابة وهادو ما ترباو كاع مع الرسول صلى الله عليه وسلم نبي خاتم الانبياء؟ الشيعة يسبوا في مرت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان لا بروف لا والو. الدليل من اهل البيت، الدليل بي هذيك اللي دير حوايج على الصواب، ما قدرتش انا ولا انت ولا غدا غيغلبوا. يسبوا الصحابه، يسبوا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها اللي برأها ربي من فوق سبع سماوات. قادر ندفنك دركا، علاش ندفنك؟ كاين فرق بين الضرب وبين ندفنك. قادر ندفنك دركا تتفنى عليه صافي، انت رافض. قادر نجيب لك، اسمح لي اسمح لي، قادر نجيب لك، شوف نفوتوا الاخ نجيب لك هذوك الايام شفت اشراف نتاع كاشيه، لو كان يسمعك تهضر هاد الهضره دوك يدفنك. يا اخي انا شوف ما نقدرش نزيد ندخل بزاف في امور، خاطر الله اعلم ما نقدرش ما نقدرش نصبر. لو كان نلقى على دوكا هكذايا كان انا في بلاصه خاليه نحي لك رجل، نحي لك صباع، نحي لك عين. حق الله منين تحكي؟ على سبيل الله انت حر، انت راك هنايا داش وراك تدعي في الناس باش زعما شغل يجيبوا زعما شغل يدخلوا عندكم الشيعة ولا ما فهمتش انايا. وانا جيت بدات لي نعم هاي كاين ام راه خصها، انا جيت لها مش عارف، انا خفت لا يضربوني هنا ولا خفت لا يضربوني. وين بان انا ما نضربك؟ شو هو ايماجيني انا نضربك؟ لا ما مادام سماك ياك خايف انت، تما راك شاك في هذه العقيده لك فيها. لا ما ماشي قضيه اني شاك في العقيده اللي راني فيها، لكن يا اخي انت راك على حق ولا ماكش على حق؟ اكيد هذا امر، هذا امر على حق. هذا امر مسلم به، هذا امر مسلم به ان العقيده الشيعيه هي الحقيقه. تحب نعيط لابوليس؟ انا تعيط لي لابوليس يا اخي، انا نهضر انت ماكش حاب تهضر اصلا. ايه لان ما تهضرش معاه شيعي اكيد. يا اخي ما عندناش تعصب، انتم ما عندكم تعصب. ما عندناش تعصب، لا انا كان نسمع فيك والله غير انت بكل انت انت اوف راك تهضر معايا شغل كل هذا بقسم بالله، وعندك ماشينه تاع فيون داشي ديرني الداخل وتلحيني. مازال ما تلاقيتش مع شي اي يكونوا كيما نقولوا كيفاش يقولوا يا ربي معتدلين. واش حبيبي انا نصحتك لوجه الله وانا ما نعرفكش هكا، انت ربي بعتك. انا حتى انا حمد جيت نسقسي فيك انا، وانا جاوبتك جاوبتك راك خويا. هنا ما نعرفش اصلا هذه الامور ما اكزيستيش، انا كاع في الجي سونتر. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه من الاحسن تروح البلاد. الحاجه الثالثه ما تحكي حتى واحد تقول له هذاك. لا اسمع 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 تغيد انت، انت تغيد، انت تغيد، انت تشوف، انت تغيد. علاه نشوف ونغيد؟ انت تشوف، انت تغيد، وربي يتوب عليكم ان شاء الله سبحانه وتعالى، وينوركم قلوبكم ويهديكم الى سبيل الرشاد ان شاء الله. هادي بينت بلي افاستي لا كاميرا كاشي، بصح بينت بلي الجزائريين والحمد لله نزيد نعاودها الحمد لله مازالهم شادين في دينهم.
سقسى شوية واحد ثلاثة ولا أربعة شيوخة والخرين والخر ولا كيباغ سي دي جان. واحد يحمد ربي ونحمدوه ونشكروه اللي مازالهم على ديانتهم دين النور والإسلام. و انفان كونت هذيك جوست كاميرا كاشي. السلام عليكم خوتي.